انا ساكنه هنا في عرس بلال داخل مدار حضاري ولكن حنا ما ما كنتمتعوا حتى بشي نوع من انواع الحضاره حنا متكرفصين من ناحيه اجتماعيه يعني متكرفصين علاش ما عندنا مرافق ديال اه مرافق رياضيه ما عندنا مرافق ثقافيه فين وليداتنا يديروا نمو يدلو... ثقافتهم يميو... ويدوزوا وقتهم الثالث ما ما عندناش سكن لائق احنا في عشوائيه ساكنين في عشوائيين الشتا جات مكرفصانه الشمس جات مكرفصانه البرد جا مكرفصين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله إحنا مغاربة مواطنين ولكن ما كنتمتعوش بنفس الحقوق اللي كيتمتعوا بها جميع المغاربة اللي ساكنين في المغرب إحنا كنحسو براسنا برصنا بحل إحنا في قارة مختلفة على المغرب ما ما نتشي مرفق اللي يحسسنا كناس بالإنسانية ديالنا أنا كنحسو كتحسي راسك بحال في شي بادية شي عالم قروي بعيد بعيد ما كيتمتع حتى بشي مرفق من المرافق اللي الضروريه اللي خص كل انسان يتمتع بها 20 سنه وانا ساكنه في هذا الحي هذا وانا كنعاني نفس المعاناه اللي كان 20 سنه ما تغيرت حتى شي حاجه ما تغيرت ما تبدلت حتى حاجه كي جيت لقيت الحي كي باقي ما ما عطاونا حتى شي حق من الحقوق اللي مخوله عنا الدستور المغربي ما 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 لينا في صين. ولدتنا وليداتنا مكرفصين انت تتشوف إلى وليد ولد ولدك يخرج با يلعب تيجي حالته بحال بحال كان راعي غنم حنا بغينا سولنا وضعيتنا الاجتماعيه حنا يديروا لنا مرافق رياض ديال وليداتنا يديروا لنا اعاده الهيكله يطلقوا لنا البلان ويطلقوا لنا حتى حنا اللي بيصلح يصلح يقاد السكن يولي سكن لائق به وبولداته كاين اللي عنده وليداته كتار و... وباقي ساكن في جوج غرف بغى يبني وما عندوش رخص ما عندوش رخصه ما السلطه ما تعطيش حق تقولي انت ما انتم ما في عشوائيه ما غاديش حنا ما ما يمكن ليش نعطيك انت رخصه وانت في سكن عشوائي ما عرفناك واش غترحل ولا شبيتي بغيتي دير وحنا منين وما عطينا اعاده الهيكله راه شي عشرات السنين عادي وما تيقولوا لنا راه عندكم اعاده الهيكله ولكن ما ما حتى حاجه داك غير شفوي ولكن شي حاجه اللي دخلت حيز التطبيق ما ما كايناش شي حاجه اللي طبقت ما كايناش تيقولوا لنا راه غادي تخلصوا المتروات وغادي نعطيكم رخص باش تبنيوا راه غادي نديروا لكم مرافق رياضيه لوليداتكم راه غادي الثانويه تبعد لنا على وليداتنا راه غنديروا الثانويه وجات وجات قال لك راه جاتنا مراسله من عند من الاكاديميه ديال التعليم ومن ولايه ديال مراكش نرى بدلنا ثانويه لوليداتنا هنا فاذا بنا كنتفاجئوا آه المشروع تعطى في شي بلاصه الميزانيه ديال هذا المشروع تعطى في شي قنت اخر ما باقيش استفدنا يعني كنطلبوا إحنا من السلطات ومن كاع الناس المعنيين اللي, اللي تيعنيهم الامر يشوفوا نضروا من حال هذه الساكنه ينظروا من حالهم وي... وي... ويعتبروهم هما راه الناس اللي عندهم حق... نفس الحقوق اللي عند جميع المغاربه وحنا الحمد لله في هذا عرس بلال كنعانيو بزاف من هذا هد... من, هد... من, هد... من السكن هذا انا عندي الدار ديالي آئلة الى السقوط وراه خرجت للجنه واحتشفت بعينيها وصورت داكشي وداتو واليوم حنا كنطلبوا الحمد لله كنطلبوا من الدوله والناس المسؤولين الله يجازيهم عنا خير يوقفوا في هذا في هذا فهد الملف هذا يسووا لنا الوضعيه ديال ديال عرس بلال لان هذا عرس بلال راه طال بها المد طال شحال هذا وهي تسير جي سير جي سير فوق 40 سنه وهي 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 جات في وسط دوار زيكي يعني جات قريبة المجال الحضري وهي مهمشه وفيها حتى من الكلاب الصارعه حتى هي كتخطا على ولادنا هنا المشكل اللي عندنا وهو يعني 30 سنه وحنا كنعانيو من هذا الشيء هذا من اعاده الهيكله 30 سنه ولا كاين شي حاجه فيها ما خلينا العماله البلديه ما خلينا فين مشينا والو حتى شي حاجه ما كاينه هاد الناس هادو ما دايرين مع حتى شي حاجه 30 سنه تقريبا وحنا كنطلعو كنزلو الديور مهدين باش يريبو ولا اله الا الله محمد رسول الله وكل شيء هاد الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله فين ما مشينا راه كنا غير البارح عند العمده ما دار معنا والو العام الرئيس سميتو كاتب العام تا هو ما دار معناش والمهم كان من الله تبارك وتعالى يكون شي حل هذا الشيء هذا راه 30 سنه ما سهلاش راه كاين اللي مات كاين اللي باقي حي كاين اللي وحنا مازال من هذا الشيء هذا جا الشتاء كان الحراره كانت قرصو حتى شي حاجه يعني اللي هي اللي هي عندنا سميتو ما كايناش المشاكل اللي كنعانيو منها وهي اعاده الهكاله والديور اللي مهددين بالترياب هادو هما الحاجه اللي هي مهمه اعاده الهكاله هذا الشيء اللي كاين لقينا بزاف ديال المشاكل فين ما مشينا بلاتي هذا الشهر هذا 15 يوم هذا راه 30 سنه ما سهلاش كتكرفسوا بزاف في الشتاء ها انت كتشوفوا البيست كيفاش داير هنايا وكيفاش العجاج وكيفاش مكرفسين الناس في العجاج ومكرفسين في الشتاء ومكرفسين في في الترياب ديال الديور مهدين بالترياب راه كاين الدار اللي الخشب ديالها طايحين وما كاينش باش يعطيك الرخصه باش تصاوب ولا كذا ما كاينش الا درتي الرخصه كيقول لك بدو خشبه صافي المطالب ديالنا يعني دي تسوى لنا اعاده الهيكله تسولنا اعاده الهيكله وصافي هذا الشيء هو المطلوب ديالنا حنا من هذا المنبر تنوجه واحد النداء للسيد الوالي حنا كنحملوا المسؤوليه للسيد الوالي ديال المدينه عندنا مدينه مراكش علاش تنقولوا السيد الوالي لحق السيد الوالي هو اللي كيمثل سيدنا في البلاد السيد الوالي من هذا المنبر تنشكروه على تفويت الارض بقعه ارضيه هنا غتنزل فيها ان شاء الله واحد الثانويه سميتها الثانويه التوبقال من هذا المنبر تنشكروه سيد الوالي وتنشكروا الناس في مجلس العمل اللي فوتوا لنا هذه ال... الارض وتنشكروا السيد المدير الاكاديميه هذه اولا من لم يشكر الله لم يشكر لم يشكر الناس اللي يشكر الله حنا كساكينة تلحو تلحو جميع كبير وصغير على الهيكله ديال هذا اللي عندنا في هذه المنطقه راه عيب وعار لان حنا جينا واحد البؤره واحد البؤره كانت تتواجد فيها السوق والناس المسؤولين كانوا تيتخباو لنا بالسوق حتى قلنا بو يحيد السوق غتجيكم الهيكله وغادي يجيكم اسميتو وحنا خدامين وتقريبا أناش غادي نقول لكم خمسات المجالس اللي دازوا خمسه المجالس اللي دازوا على هذه العرصه وخمسات المجالس تشي مجلس ما دار معنا شي حل وحنا راه باقيين تنعانيو في يعني هذا القنت هذا في هذا العرصه وماشي هي العرصه نتاع بلال راه العرصه بلال والعرصه نتاع صلحان راه كاع الواجهه كلها عقار واحد بالنسبه للشكايات راه حنا دافعين شكايات دفعنا شكايات لمجلس مقاطعات المناره تقينا الابواب حتى دفعنا شكايات للسيد العمده دفعنا شكايات للولايه وجلسنا مع السيد الوالي ما مره ما جوج في مجلس التعمير في بالولايه ورزقنا دقينا الابواب تقريبا هذه 10 سنين وحنا كنجريو ما كاين حتى شي حاجه مازال ما بنتناش شي حاجه فيما يخص الهيكله ديال هاد الناس ومؤخرا مؤخرا كان لقاء آه الاربعاء 26 جوج 2020 مع السيد العمده واعطانا الوعود ونتمنوا ان شاء الله بحول الله نتمنوا حنا في اللي قال لنا شي كلمه راه تنبقاو تابعين تنتمنوا يكون خير ان شاء الله بحول الله ما تنساش تابونا فلاشين وتاكدوا بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيد بريس